مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله وليلة جديدة من ليالي الكويت. راح تكون مثل ما عودناكم دائما منوعة وفيها الكثير من الغنى والألحان الجميلة. واليوم راح تكون السهرة ممتدة إن شاء الله لغاية الساعة 11 بإذن الله. مساك الله بالخير سعود. مساك الله بالخير غادة، مساكم الله بالخير مشاهدينا. طبعا الليلة غير عن كل الليالي، معانا فنان شاب وصوت جميل، فنان تميز وأبدع، فاستحق أن يكون في أحضان برنامج ليالي الكويت. كذلك معانا بنك غير عن كل البنوك، بنك الكويت الوطني. يعني بنك الكويت الوطني من أوائل أو يمكن بالأحرى هو أول بنك في دولة الكويت، وأكيد كل الكويتيين لهم ذكريات مع هذا البنك التاريخي اللي عنده بصمة كبيرة في طفولتنا حتى من خلال دعاياته المشهورة. تذكرها سعود؟ أكيد، برمضان كل سنة ننتظر إعلانات بنك الوطني، يتميزون سواء في الأغاني الوطنية سواء في أغاني المناسبات. بنك فعلا ونيس، تدش لو أنت مستانس. حلوة بنك ونيس. نسافر غادة عم توني جاي من مصر، تروحين تشوفين البنك الوطني موجود، تروحين أوروبا تشوفين البنك الوطني موجود، هذا شيء يدخل يعني البهجة عليك. وإحنا نروح عشان العمولة بعد، ما يأخذون من العمولة نسحب من البنك الوطني، يعني هذه أهم ميزة بعد. على العموم مشاهدينا، اليوم راح نتكلم طبعا مع السيد عماد أحمد العبلاني، مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني. مساك الله بالخير وحياك الله. مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا. هلا بالزين كله. أشكرك من ذوقك، وإن شاء الله نكون ضيوف أو ضيف خفيف على الجميع، ومستعد للإجابة والتعريف عن الوطني وما إلى ذلك إن شاء الله. حياك الله. يعني بداية أستاذ عماد، حضرتك مدير الموارد البشرية. لا. ورح نتكلم عن المساهمة اللي يقدمها بنك الكويت الوطني للقيام يعني أو بناء قيادات كويتية شبابية قادرة أن هي تكون جزء لا يتجزأ من خطة التنمية الكويتية. طبعا الكل عارف أن الكويت، بنك الكويت الوطني هو بنك رائد في شتى المجالات، ويمكن سبب سر نجاحنا احنا في 64 سنة اللي فاتت هي قائمة على العنصر البشري. قد احنا نقدم يعني خدمات مصرفية متشابهة مع جميع البنوك الأخرى المنافسة، لكن يمكن احنا نتميز في ان احنا نركز على العناصر البشرية الوطنية بالذات من حيث الاستقطاب والتعيين، وبعدين من ثم احنا ندربهم التدريب المناسب فعلا بحيث ان احنا نكون متميزين في تقديم خدمة عالية الجودة لعملائنا. احنا يهمنا كثير العميل سواء يعني من الداخل البنك او حتى لهم حضراتكم اللي زرتونا في البنوك. الخدمة المتميزة ما تتأتى الا من خلال تدريب منظم احنا نقوم فيه بشكل مقصود بتركيز جدا عالي، وبالتالي احنا نحط موظفينا في الكثير من التدريب والهذا بهدف ان احنا نطلع في خدمه متميزه تميزنا عن باقي المنافسين. استاذ عماد، يهمني ويهم مشاهدينا نعرف موقع بنك الكويت الوطني من ناحيه دعم الكوادر الشبابيه. شكرا، سؤال جدا حلو. اعتقد ان احنا بالبدايه اسمنا بنك الكويت الوطني، ونعتقد ان دعم الكوادر الوطنيه هو واجب وطني قبل لا ان يكون يعني موجه بطريقه او اخرى من الحكومه. فاخذنا على عاتقنا وبدعم من مجلس اداره بنك الكويت الوطني والاداره التنفيذيه في ان احنا فعلا نشارك في كل معرض للفرص الوظيفيه، نحاول بقدر الامكان ان احنا نروح للجامعات سواء جامعة الكويت أو الجامعات الخاصة في دولة الكويت الحبيبة، ونستقطب حتى خريجين الكويتيين من دول الخارجية، نوفر لهم فرص وظيفية واعدة. احنا ما نقدم وظيفة فقط، احنا نقدم مستقبل وظيفي، وهالمستقبل الوظيفي بمعنات ان احنا نضمن للمنتسبين للوطني انهم يعني اولا يحققون طموحهم ويحققون فعلا تميز في قدراتهم ويثبتون جدارتهم من خلال هالشيء. هذا طبعا يدخل من ضمن منظومه متكامله. احنا نحرص دائما على ان يكون اذا بسميه وعاء المواهب في بنك الكويت الوطني دائما مليان، بحيث ان احنا في ساعه احتياجنا لأي سد نقص في أجهزة ووحدات البنك الوطني نكون عندنا الرصيد والمعيد اللي ما ينضب. هذا طبعا يأتي بخطة متكاملة
في اعداد موظفينا من بدايه التحاقهم في البنك. حلو. وتدريجهم الى يعني مستويات وظيفيه اعلى. الهدف الاساسي ان احنا نوجد قيادات شابه واعده، لان استمراريه البنك اعتقد يعني من سنه 52 الى اليوم مثل ما قلت امساء هي فعلا مترسخه على الكفاءات البشريه. حلو. بس استاذ عماد، هذا يجرني لسؤال ثاني. اعتمادكم لبرامج تدريبيه مهمه لكوادركم، شلون تقدرون يعني ان انتم تواكبون العصر واستثماركم في هذه الكوادر الوطنيه؟ احنا البرامج الاكاديميه او التدريبيه اللي عندنا موجوده هي تتفاوت من حيث المستوى وال خلينا نقول الشريحه المستهدفه داخل البنك. في عندنا موظفين جدد انضموا للبنك، وفي عندنا موظفين متواجدين صار لهم يمكن 5 أو 6 أو حتى 7 سنين، في موظفين على درجات اشرافيه، فبالتالي احنا لازم يعني نحدد التدريب المناسب للشريحه المناسبه. عندنا يعني منظومه رعايه المواهب عندنا في بنك الكويت الوطني، وهي من المنظومات اللي فعلا نفخر فيها. ولما حتى سوينا مقايسه مع البنوك العالميه لقينا يعني من جهه اخرى محايده ما نقوم فيه على مستويات عالميه كبيره. فعندنا اكاديميه الوطني هي ترعى الخريجين الجدد، وهدفنا ان احنا نبني جسور ما بين خلينا نقول التعليم النظري اللي خذوه في الجامعه والتطبيقات العمليه في البنك. لان اذا ما عندك الادوات للتطبيق خلال العمل راح تواجه مشاكل كثيره. فاحنا ارتئينا ان احنا ننشئ برنامج اسمه اكاديميه الوطني. هذا يمكن قبل اسبوعين خرجنا الدفعه 15، وان شاء الله بعد رمضان راح نبلش بالدفعه 16. هذه فيما يخص حديثي التخرج. عندنا في البرنامج اللي هو القيادات الشابه، وهذا احنا قاعد نقوم فيه بالتنسيق مع الجامعه الامريكيه في بيروت، وقاعد نستجلب اساتذه على مستوى عالي في تخصصات اداره الاعمال، في تخصصات التحليل المالي، اصول القياده وتحليل المشاكل وحل المشاكل، عمل الفرق الجماعيه، لان بالاخير العمل في البنك هو عمل جماعي ما هو عمل فردي. ني حق القيادات والمدراء اللي اعلى منهم شوي، عندنا برامج تخصصيه جدا، واحنا نتعامل مع جامعه هارفارد وانسياد وورتن واسماء يعني رنانه لها حجمها ووزنها في المجال الاكاديمي. فاحنا يعني عندنا تدرج ناخذ الموظف سواء من ساعه التحاقه في البنك ومعه إلين يوصل إلى أعلى المستويات. أستاذ عماد، يهمنا نعرف الصعوبات اللي تواجه تطلعاتكم وتوجهاتكم لتأهيل الكوادر البشرية، شنو الصعوبات اللي تواجهكم؟ الصعوبات موجودة يعني ما في كل أعتقد بيئة أعمال هناك صعوبات. يمكن قد تكون الصعوبة الأولى اللي احنا نواجهها ومثلا الشغلة اللي دائما هي هاجس لنا حرص منافسينا على أن يستقطبون موظفينا. هذه من اكثر الاشياء اللي احنا نواجهها. بس في ايمان يعني الراسخ عند مجلس الاداره والاداره التنفيذيه على ان احنا نعتبر روحنا مدرسه، نخرج اجيال واجيال سواء هي موجوده عندنا ضمن يعني قوه العمل الموجوده في الوطني او تخدم بنوك اخرى محليه، والشواهد كثيره. يمكن ما تروح اي بنك اخر تلقى فيه يعني رئيس تنفيذي او مدير عام الا سبق انه خدم في البنك الوطني. استاذ عماد، يعني احنا مقبلين الحين على فتره الصيف. نعم. ونلاحظ ان بعض الطلبه ما ياخذون كورس صيفي. خطه بنك الوطني للطلبه الموجودين حاليا، في هناك يعني نقدر نقول تدريب من خلال البنك الوطني ورش تقدمها بنك الوطني للطلبه؟ احنا من الاشياء المهمه عندنا وهذه اكتشفناها بالممارسه، احنا نحتاج ان نغير بعض المفاهيم في طلبه الجامعه، وعلى الاخص يعني الكويتيين لا زالوا يستشعرون في رهبه في الانضمام بالقطاع الخاص، لاسباب كثيره قد تكون السمعه يمكن، وايضا القطاع المصرفي. القطاع المصرفي تخوف. مجهد طبعا. أيه. هو يحتاج الى يعني طاقه مضاعفه. لان بالاخير انت في خلينا نقول معادله صعبه، تحتاج انك انت ترضي العميل بطريقه جدا يعني بحرفيه عاليه، وبنفس الوقت قاعد نتعامل مع شيء جدا حساس اللي هي اموال المودعين والعملاء. فبالتالي احنا اخذنا على عاتقنا ان احنا نروح للجامعات نعطيهم مجال للتدريب الصيفي عندنا،
منحنا كل الجامعات تقريبا اللي تعمل في دولة الكويت والمعاهد أيضا اللي هي الدبلوم مقاعد كثيرة خلال الفترة الصيفية للتدريب والاطلاع عن العمل يعني على العمل بواقع الحال، يعني ما نحطهم في قاعة وندربهم وندرسهم، لا احنا ننزلهم حتى في الفروع المحليه والادارات المختلفه في البنك، يحتكون مع العملاء نعطيهم يعني نحاول ان احنا بس عشان العميل نوعا ما ما يلومنا، هذا طالب متدرب ما هو بحرفيه الموظف، لان الموظف متدرب بطريقه مغايره ويتحمل اعباء اكثر من كذي، فدائما احنا نحط لهم هويه ان هذا طالب متدرب بس علشان نميزه عن الموظفين. فاللي بقوله انه حريصين على ان احنا نغير هالمفاهيم هذه ونشجع طلبتنا شباب وشابات على انهم ينخرطون في العمل المصرفي، ومثل ما تفضلتي هو عمل مجهد ويعني لابد ان احنا نقرب لهم. احنا طبعا في ختام لقائنا هذا لازم نسالك اذا في كلمه معينه تحب انك توجهها باسم البنك الوطني لكل مشاهدينا. نعم. بدايه ابي اشكركم على هاللقاء، وفعلا هي فرصة طيبة، احنا يمكن نطرق العديد من الأبواب علشان نعرف على البنك الوطني ونعرف على العمل في البيئة المصرفية. معلومة بسيطة بس حبيت أزيدها، يمكن احنا في الثلاث سنوات الأخيرة عيننا تقريبا ما يقارب 900 موظف كويتي. حلو. وقد نكون احنا من أعلى الجهات في التوظيف للكويتيين، وبالتالي بيباننا مفتوحة حق ابنائنا الطلبة الخريجين منهم واللي ان شاء الله على وجه التخرج، واللي اي شخص او يعني طالبه او طالب يحس انه والله محتاج لي يعني ارشاد حتى في اثناء دراسته، ابواب بنك الكويت الوطني مفتوحه، مكتبي الشخصي انا موجود، مستعد اني اتلقاهم حتى بدون اي موعد. احنا عندنا يعني سياسه الباب المفتوح من الرئيس التنفيذي الى اصغر موظف عندنا جاهزين لخدمتهم، ونقول لهم حياكم الله، تعالوا بنك الكويت الوطني هو بيتكم الثاني، وان شاء الله ما تلقون الا اللي يسركم. شكرا لك وحياك الله معنا، ونتمنى لكم كل التوفيق. شاكر لكم جدا، وان شاء الله امسيه سعيده. طبعا بانتظار اعلان بنك الوطني في رمضان ان شاء الله، واكيد كالعاده على تلفزيون الكويت اكيد، وكالعاده متميزين ان شاء الله. فاصل اعلاني ورادين.